السلام عليكم خوتي وخواتاتي، معكم يونس راستا. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نهضروا فيه على الجائزه اللي كنت وعدتكم بها. قبل ما نهضروا على الجائزه غادي نهضر واحد يعني ناخذ من وقتكم واحد شويه على قبل الفيديو اللي فات وعلى قبل الزفزافي. انا ماشي سياسي ولا شي واحد غادي نهضر على السياسه، راه قلتها في واحد الفيديو قبل. انا غير شفت واحد الفيديو في فيسبوك، يعني يقدر يكون غلط من دوك الصفحات حيت حنا في برا ما كنعرفوش شنو طاري في المغرب، يعني كنشوفوا داكشي اللي جاري في الحسيمه. الله يعاونهم، انا راه مع الناس ديال الحق، وانا عارف بان المغرب المعيشه فيه صعيبه، وراه حتى انا عشت في المغرب، راه ماشي جاي تلاحيتو عشت في النرويج. انا حتى انا دوزت حياتي كامله في المغرب، وعندي عائلتي تما اللي كنوجه لهم التحيه من هنا، وكنقول للناس عافاكم عافاكم، ما تبقاوش تكتبوا دوك داك الكلام الخايب، حيت راه كيما كتفرج فيا الوالده ديالي راه انت راه اعتبرها بحال الوالده ديالك. المهم هادشي ديال الكلام الخايب وداكشي منحيدوه، ما نهضروش عليه، حيت الواحد الا كان بعقلو راه غادي يجي غادي يكتب لك كومونتير بعقلو، ولا الا مشيتي تدرتي شي حاجه غلط غادي يقول لك خويا اسمع اشنو كاين واشنو كاين واشنو كاين، راه خديتي الامر ماشي كيما كنقولوا، ما تفهمتيش العلاقه اللي طاريه في المغرب. هذا ما كان ماشي كتب لك شي حاجه ماشي، يعني انا ما عمرني الحمد لله سبيت في يوتيوب ولا في اي بلاصه. الكومونتير اللي كنخلي كاع اليوتيوبرز ديال المغرب كنخلي لهم لي كومونتير ديالتهم زوينين، ديما كان بيغ اب خويا هادي كندعم، علاش حنا نهرسو بيناتنا؟ علاش نشوفو واحد بحالنا بحالو كنهضروا اللغه بحال بحال ونزيدو نهرسو واحد اخر ونهرسو بعضنا؟ انا بعدا اول حاجه كندير كنعاون كاع لي فلوغرز ديال المغرب، كنجي نهار كامل كنجلس في الدار كندير شي فلوغر مغربي، اطلع فلوغر كما كنقول لي فلوغرز مغاربه، كنبدا وخاش في الفيديو ديالو كنعاود نكليكي عليه وكنخليه وكنمشي كنمشي للخدمه ولا كنمشي ندير شي حاجه، وكتبقى البلاي ليست غاده، يعني كاع الفيديوهات اللي ديال داك الفلوغرز ديال داك الفلوغ اللي كيدير الفلوغ ودوك الاخرين كيبقاو الفيديوهات ديالهم يتعاودوا. علاش؟ باش النسبه ديال الفيو تطلع لهم. يعني احسن حاجه هي نعاونوا بيناتنا وما نبقاوش نهرسوا في بعضياتنا، وكنعاود نقولها الا غلط عاوتاني في شي حاجه غير قولوها لي لتحت، حيت انا ما عارفش الخبر كما قلت لكم. المهم عليناش طولت عليكم الهضره، اسمحوا لي بزاف. وعاوتاني واحد الحاجه بغيت نهضر عليها هو الوشام. موتنا وجدودنا القدام كانوا كيوشموا وما كنا كنقولوا والو، هذه كل واحد عنده حريه في داكشي ديالو. ان الله غفور رحيم، راه ماشي انت جيت تقول لي راه ما تدخلش الجنه، راه الناس اللي كيوشموا ما يدخلوش الجنه، ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيقرر، وكل واحد الله يهديه والله يهدينا اجمعين ان شاء الله، وكل واحد باش مقتنع. انا كنت مقتنع به ودرته، وغادي يجي واحد النهار غادي يطلع لي الدم وغادي نحيدو. هادشي ما كان، يعني ما تاخذوش عاوتاني الامور بواحد المساله اللي نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، خلينا ديما بوزيتيف ونبقاو ديما بوزيتيف. واحد شويه نهضروا على الجائزه يوتيوب. السلام عليكم الخوت، معكم يونس الراستا، مرحبا بكم في القناه ديالي على اليوتيوب. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، سبسكرايب، بارطاجيو مع اصحابكم، وكيف ما ديما كنقول العز. وقت المسابقه جايه الخوت، كما قلت لكم وكما شفتوا واحد 4 ايام ولا واحد 5 ايام لي سبقات كنت تحت واحد التصويره في فيسبوك وقلت لكم هات الباف هذا غادي يكون هو الجائزه ديالكم، وبطبيعه الحال ما تحش لي الفرصه بانه يكون اليوم باش نوري لكم، حيت شريت من واحد البوتيك وفاش مشيت لقيتهم ما كاينش عندهم في ستوك وصيفطوا عليه غدا ان شاء الله غادي يجي، غدا نمشي نجيبو. ما عنديش الوقت غدا باش نصور فيديو حيت غدا الاثنين ان شاء الله وعندي خدمه، داكشي اش قررت اليوم ندير الفيديو. غادي نقول لكم شروط ديال المسابقه، راه سهله سهله بزاف. هي شنو غادي ديروا؟ غادي تشدوا ديك التصويره اللي غادي نلوح دابا مع اللين ديال الفيديو ديال اليوتيوب، وغادي تبارطاجيو مع اصحابكم، غادي ليه بارطاج، وغادي تكتب لتحت رمضان مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه، يعني غادي تكتب رمضان مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه، غتكتب هذا الكومونتير هذا، وانا كاع دوك السمايات اللي كتبوا هذا الكومونتير وبارطاجاو ديك التصويره غادي نشدهم غادي نكتبهم فرقه وستيلو، يعني غنشد ستيلو غنكتبو فرقه وغنكتب كاع دوك السمايات نجمعهم في فريقة صغيرين وغادي نسدهم، وغادي ندير واحد لايف نهار السبت ان شاء الله مع 8 ديال الليل، يعني 8 ديال المغرب،
ولا نخليوها حتى لتسعود، الناس كيفطروا واقيلا مع 8 داكشي. علاش نخليوها حتى لتسعود؟ يعني العشرة ديال هنا غتبقى لي تقريبا غير واحد نص ساعة من ورا باش نفطر، حيت هنا كنفطروا مع العشرة وربع العشرة ونص ديال الليل يعني. وكنتسحروا، الناس اللي سولوني على رمضان في النرويج كنصوموا تقريبا 20 ساعة ولا حتى 19 ونص ساعة. و كما قلت لكم اللايف غادي يكون نهار السبت ان شاء الله، يعني القرعة غادي تهز نهار السبت الجاي. ما تنساوش تبارطاجيو داك لو ليان اللي غادي نحطو لكم في فيسبوك، يعني تصويره فوق من الليان، وغادي تكتب رمضان مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه. وكنتمنى انت اللي كتفرج فيا تربح، يعني الناس كثار كنعتقد غادي يشاركوا في هذه المسابقه هذه. انا حاولت بانني ندير واحد شويه نعطي واحد شويه السعاده الناس، بما انه الصيف، بانه واحد يخرج ما عندوش واقيلا باف نصيفطوا ليه. وغادي ندير فيديو اخر، فلوغ اخر ان شاء الله، هو فاش غادي غنكون كان فلوغي في نفس الوقت كندير لايف. من مورا غنمشي للبوست وغادي نصيفطو للمغرب لهذيك السميه اللي خرجات. وكنتمنى ديك القرعه تكون في المغرب، يعني اللي غادي يربحها غادي يربحها من المغرب. وغتمشيو معايا كما قلت حتى البوست، وغادي نصيفطو وغادي نبارطاجي عاوتاني الفيديو ديال المسابقه، يعني شكون اللي ربح. ومن مورا ان شاء الله غادي نكون كونتاكت مع اللي ربح، وغادي نقول ليه فاش يوصلك الكادو تصورنا واحد فيديو صغير بانه وصلك وتقولنا شكرا بزاف، يعني باش الناس يعرفوا بان هادشي راه بصح وماشي غير كذوب. ومن مورا ان شاء الله وبالدعم ديالكم وبالميساجات الزوينين ديالكم غادي ندير عاوتاني جائزات اخرين صغار، يعني ما غاديش تكون شي حاجه كبيره، ولكن الواحد الا كان بحال كان باف صغيور شي ليزيات سوري ديال الجيمنج، شي تيستاتور ديال الجيمنج، شي حاجه بحال هكا، وان شاء الله يكون الخير. كان معكم يونس الراسطه، وكما كنقول لكم ديما راه انا ماشي سياسي، يتوب عليكم كما ديما العز. السلام عليكم الخوت، معكم يونس الراسطه، مرحبا بكم في القناه ديالي على اليوتيوب. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، سبسكرايب، بارطاجيو مع اصحابكم، وكيف ما ديما كنقول العز.